السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، نعود إليكم من جديد. أكيد غادي يكون عندك، أنت اللي كتسمعني دابا، عندك ولدك عنده 19 18 20 21 22 23 عام، ياك ولدك خرج لك من يدك، ما بقيتيش محكم فيه. أوكي، اللي بغيت نقولك راه عادي عادي ولدك يخرج لك من يدك، ما بقيتيش محكم فيه، ولا كيجيك ولدك مجهد سن المراهقة دوزو صعيب. اوكي، يقدر يكون ولدك حاليا مبلي وانت عرفتي بانه مبلي، ما تقدرش تهضر معاه لانه كيجاوبك، لانه كيرد عليك، يقدر كيبان لك كي كمل كارو غايقول لك بركا ايو نوت اوسي، غايقول لك انت كتكمي وعلاش انا ما نكميش، خارج لك من الطاعه ديالك، هربان جر. اللي غادي نقول لك بان هنا الوليدات في الطاليان يقدر يتبلى هو عنده 12 عام، 11 12 13، هذا هو السن ديال البديه ديالو باش كيتبلى بالتدخين، هذا هو السن 11 12 13 في لي ميديا، فاش كيبداو يقراو في لي ميديا من لا بريما ميديا معرضين للبلية، لانهم تيقراو في لا بريما ميديا وكاينين معاهم دراري واحد اخرين تيقراو في لا تيرسا ميديا، وهذوك اللي في لا تيرسا ميديا مبليين يقدروا يبليو حتى هذوك اللي في بريما ميديا عادي. واحد فيهم كيجيب، وحاليا دابا مع لا سيجاريت تيترونيكا يجيب كارو وكيدورو بيناتهم، وهي غادا، والمره الجايه يبداو يشريو ويشريو الباكيه ديال 10 وهي غادا عادي، رغم الدوله حابسه من راني ما يشريش السجائر وهادي وهادي، ولكن بشي طرق كياخذوهم كاين حتى مشكل، بقى عنده لا تاسيرا سانيتاريا عند ديال ماما في جيبو وكيشري بها عادي، كاين حتى مشكل. ولكن حنا غندوزو من هاد المرحلة هادي وغنقولو اللي عطا الله عطاه، ولدك مرة مرة كيشرب كيكمي كيتحشش، لا واش غدير؟ غتلوحيه؟ نو صافي تبلا، غيوصل واحد الوقيته غادي يفيق، غيوصل واحد اللاج غادي يفيق، غير هو ما خاصوش يتعطل، غادي فيه خاصك تجري عندك تقربي منه، ما تعاكسيش معاه، ما تجريش معاه وتعاكسي معاه، انت تقول لي بيانكو هو يقول لك نو نيرو، نو هو كيبغي ديما يكون راجوني، نتوما كتبانوا ليه ماشي راجوني، هو اللي كيبان ليه راجوني، هو اللي عنده الصح، عايش في عالم واحد اخر، عالم الهلوسة، عالم التدخين، عالم تحش، يعني بغا غير يغيب، بمعنى ديالها بغا غير يغيب، كيقرا سي مازال كيقرا، وراه في القسم يقدر يكون معاهم واحد كي بزنس عادي، سمحوا لي على هذه اللغة اللي كنهضر بها، ولكن باش نوصل راه عادي. فاش كنت نقرا في السوبريوري كان تيقرا معايا واحد من يوغوسلافيا باقي عاقل عليه، كان كيخربق عادي، هو كان كي القسم كامل كلشي كان تيتبوق، كلشي ما كانش اللي ما كانش كي قليل، كانت النسبه قليله اللي ما كانوش كيديروا داكشي. ومن لي ميديا، لي ميديا كانوا تيكمي وهي غادا، يعني ولدك عنده 12 13 عام راه ساهل باش يتجر، كيفاش غدير انت ولدك باش ما يتبلاش؟ مراقبه، تسول عليه حتى توقف عليه، هو في المدرسه مثلا حتى توقف عليه، ما كاين حتى مشكل، مره مره ندير ليه لي سوربريز، مره مره نقلب ليه لا كارتيلا ديالو في لي ميديا، خاصك تبدا دير هادشي. غنجرو فين؟ غنجرو غنجرو السبور، غنبليه مثلا كره، انا نعطيكم مثلا دابا سبوته وحدوده كندوزهم في التيرانات، يلا كنسمع مره مره كنسمع ريان داي، ريان داي ايوب، وشحال هادي كنا كنسمعوا الاسماء بزاف ديال المغاربه كيلعبوا كره، حاليا هاد السنوات هاد الاخيره ما بقاوش بزاف، ما بقاوش قلالو، علاش جاتك غاليه تخلص على ولدك 500 اورو في العام باش يلعب كره؟ ولا كيفاش كيفاش بغيتي يشد طريق وانت خدام النهار كامل، هو تيخرج من المدرسه والعشيه عنده خاوي كيمشي لا يدير سبور لا والو، خصو يتلاها في سبور، غتعمر ليه انت الى دخل هي الكره، هي الكره اللي دخل ليها عنده 3 ايام في السيمانه عامره، وبعض بعض المرات حتى 4 ايام،
يعني عنده جوج ماتش، عنده جوج تدريبات في العشيه وعنده ماتش. ها هو عمر، وماشي غتدخل الكره وتسنى بابات كريستيان هو اللي غيدي او بات انطونيو هو اللي غيدي. نا راه انت اللي خاصك توقف على ولدك، انت يا اختي اللي خاصك توقفي على ولدك. اه ديه وجيبيه وقفيه وسينيه، وفاش كيكون كيلعب انت اللي غادي تغوتي وتشجعي في ولدك الا بغيتي ولدك ما يتبلاش. ماشي كتخلي فلان يديه وتخلي فلان يديه وتخلي اه واش عندك انت ما يدير، راه كتبقى ناعسه في الديفانه. صعب طوبو مريجو عنده لا بارتيتا السبت في العشيه خدام، السبت في العشيه خدام. اوكي غتشوف شي طريقه باش ديه، ما كاين خاصك ضروري ديه، ما ديشيش مره جوج ماشي مشكل، ولكن سيمبري ديما وكيف بغيتي ولدك ما يتبلاش، وانت الوقت اللي غدوزو مع ولدك ما كاينش ما عاطيش ليه. ها السبت يمشي معاك للجامع في العشيه، ما غديش الجامع هو عنده 16 عام ولا 17، نو غنديه هو بامبينو هو عن 5 سنين 6 سنين 7 سنين وانا غادي معاه دقة دقة، ماشي حتى يدير 17 عام. ولا بحال مثلا بغيتي بنتك ما تلبسش واحد الحوايج حتى دارت 18 عام عاد ولا في خضاب ولا كيبان وهي بدات تتبان كبيرة، عاد وليتي تقول لها لا ما خاصكش تلبسي هذوك. نو راه داك الشيء من الصغر كتعلم ولدك من الصغر ولا بنتك شنو غادي تلبس من صغرها، ولا شافت تما شنو كتلبس راه حتى البنت غتلبس بحال ما راه عادي. ماشي الام كتجرجيه ولا الاب يجرجيه، فين بغيتي يوصلوا الدراري؟ راه البليه الاخوان هنايا راه ساهله ساهله وفلوسها موجودين، وعطاوك فابور في الاول حيت عارفينك غادي تجي، وتا واحد ما كيضربك على يدك كتمشي بوحديتك. حضيو مع ولادكم، حضيو معاهم وعطاهم شويه ديال الوقت، لان كنشوفوا الوليدات مهمولين. بعض المرات كنبقاو نفكروا ديما في الضاله، ولكن كنساو اللي اهم من الضاله هما كبيداتنا الوليدات ديالنا. نحاولوا نعمروا الوقت ديال ولادنا مع ابائنا. الاب يعمر وقته مع ولده. واش خبارك انت ولدك راه كيسالي الالينامينتو التدريب ديالو او كيسالي الماتش وكيبقى يسينك لانك انت ما حضرتيش تفرجت فيه، كيبقى يسينك باش تجي ديه، كلشي كيدوش وكيمشي ولدك كيبقى مليوح في التيران كيسينك. علاش انت فين ما عرفت نونسي صح فينك انت ما عرفتش. ومن هذا المنبر تحيه لكل ام واب اللي كيسهروا على وليداتهم وغادين معاهم خطوه خطوه. في اي بلاصه كتلقى الام حاضره، في اي بلاصه كتلقى الاب حاضر، يا في المدرسه يا في التيران يا في الباسكيت يا في ما اي حاجه كتلقاهم كيصوفروا مع ولادهم واقفين معاهم. تحياتي لكم اخوان، بارطاجيو كيتو عم الفائده، واللي عنده وليداتهم مبليين وكبروا غير تكيسوا عليهم، راه اللي عطى الله عطاه تكيسي عليه، وان شاء الله غادي يوصل واحد اللاج وغادي يفيق غيفيق وغيفيق وغيفيق. حاولوا ما تبقاش تزيروا، لان 21 عام راه انا ما مبليش، انا عمري ما كميت عمري ما شربت، ولكن راه 17 عام راه ما كنتش ندخل حتى الخمسة الصباح تمانو نشي كريدي، ولكن راه هذه الطاليه راه هكا كنا غاديين فيها حتى الخمسة الصباح. هاد كنا طوموبيل انا سقتها بلا بيرمي 17 عام انا سايق طوموبيل بلا بيرمي، راه هادي هادشي. يعني ما تبقاش خايف بزاف على ولدك، الا وصل واحد اللاج غير تكيس عليه، ما تزيروش هو كبير باش ما يهربش لك من يدك. راه الله ما تشوفه هو مبلي حداك شي تشوفو تيكميه هو حداك وما يعطيوكش خبار راه متشرد في واحد القنت. فهمتي اش بغيت نوصل ليك؟ لان من بعد غتكون صعيبه واحد شويه. بارطاجيو الاخوان كيتعمل الفائده، تحياتي والله يهدي وليداتنا ان شاء الله يكون كلشي بخير وعلى خير. ما تنساوش دير لايك، وإلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالي فعل الجرس باش يوصلك دائما المباشر. مرة مرة كنديرو غادي نحاول ندير المباشر الإخوان، راه الوقت ما كاينش. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله، ما تنساش لايك.